على بلاد في المساحة صغيرة وفي الشان كبيرة. على بلاد اطفح بها الكيل، ضاقت الويل، تغششت وغضبت، زمهرت وزغرطت، خاضت وهاضت، خلت البيات في حيرة. علاش قامت انتفاضة الحوض والمنش؟ ما هي العدالة الاجتماعية؟ نحن عندنا ثروة ومانيش متمتعين بها. حبينا نعملوا رديف أخرى، حبينا نعيشوا في رديف بكرامتنا. أبرز السيد الهادي مهني الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي مظاهر العناية الرئاسية الموصولة التي من فكت تحظى بها ولاية قفصة منذ تحول 7 نوفمبر، والتي ساهمت في تغيير وجه الولاية نحو الأفضل وتنويع قاعدتها الاقتصادية والارتقاء بأوضاع متساكنيها. على العزوزة الهايمة اللي هازها الواد وهي طول العام صابة، قالوا لها ما تغسليش صابونك المسخ قدام الناس، دخلت لحوشها وقالت ما فيها بس. عدنان الحاجي معلم ونقابي، عمري 54 سنة، أنا هو زعيم عصابة المفسدين. هو الجديد في الحركة هذه، الحركة الاجتماعية من حوض المنجمي، خلاف الحركة الأخرى في تاريخ تونس، اكتشفنا دور المرأة، صمودها. ما كانوش سامعين بين، ما كانوش يعرفوا أنه فما مساجين. ما نجمش نقول لك انه قادر باش يكنس، ماهوش قادر. 14 شهر قادر، يمكن العبيد معينين، عبيد اخرين. العكس معناها كانه شيء لم يكن، معناها الاربع سنين هذه باقيين مجرد ذكرى قتلنا احنا. شكون اللي قتل الولاد هذوما؟ شكون اللي قتل الحفناوي المغزاوي؟ شكون اللي قتل عبد الخالق عميدي؟ شكون اللي قتل هشام علامي؟ معناها الاحساس انه كنا بدانا ثوره ولم نكن نعلم.